السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. slidestore.com ده موقع فيه قوالب للباوربوينت، والميزة اللي فيه كتير جدا فري. يعني هتقول له هنا فري باوربوينت تمبليت، هتلاقي حاجات احترافية وقوية جدا ومجاني، تقدر تحملها بدون أي فلوس خالص، وتقدر أنت تفلتر القوالب زي ما أنت شايف، حاجات كتيرة جدا وبشكل احترافي. مثلا لو أنت عايز دوت هتضغط عليه، ده تقدر تتحمله بدون أي مشاكل خالص، وتقدر إن أنت تعدل عليه زي ما أنت عايز. لكن فكرة بس إن أنت يبقى عندك حساب، تعمل سيت أب ويبقى عندك حساب وتحمل زي ما أنت عايز.